السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد يا أطيب متابعين ومتتبعات قناة سحر الطبيعة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مجموعة حيل وأفكار، ومن ضمنهم واحد الحيلة اللي غريبة تقدروا تضحكوا عليها البنات، تقدر تجيكم مضحكة. كنتمنى يا رب الله يجعل أيامكم كلها فرحة وضحكة وسرور، والهلا يعطيكم ما يحزنكم يا البنات. الله يخليكم دائما فرحانين وسعداء يا ربي في حياتكم كلها. يا ريت وما يا ريت من خوتي وحبابي ما ينسونيش من لايكاتهم ومن البارتاج. الله يخلي لكم وليداتكم والامهات ديالكم وكل عزيز على قلبكم. بالنسبه للقطيطات راه سولوني عليهم البنات غير البارحه، هما راهم حتى يلعبوا حتى يشربوا انتم بدليل ما كيخليو حتى بلاصه دايره ليهم الكره، كره صغيره كيضلوا يلعبوا. ما نطولش عليكم حبيباتي، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الحاجه، وكنوعدكم وكيقول لك وعد الحر باين عليه. انا وعدتكم بانني غادي نجرب هاد التجربه من بعد ما كنت عطيتكم الدواء الزرق اللي كان شاركته معكم لسرق الزيت، وكان جاوني اسئله بزاف واش كيصلح حتى النمل. وكنت انا صراحه لله انني ما كنتش عمري جربته النمل، واش كيجري عليه ولا ما كيجريش عليه. جربته هنا، كنت واحد الصباح فقت حليت الباب ديال الكوزين على الجرده، لقيت هذا الشق هذا اللي كان اللي ولا ليا هنايا في هذه البلاصه هذه عامر. عرفتي واحد واش نقول لك، واحد الهجوم ديال النمل خلعني. كله سكن هنايا والصباح لقيته كله خارج من هذا الشق هذا. جبت الدواء الزرق هو كيف ما كتشوفوا معايا، مازال راه دابا شطبته لان درته البارح، رشيته في البلاصه كلها، ها هو ما خليت حتى شي بلاصه. اقسم بالله البنات الا غبر هانتوما ما تلقاو حتى شي نمله. ها هو في البلاصه خوا طار، ما عرفتوش فين مشى، لان عندي كيف ما كتعرفوا الجرده والربيع ضروري ما غيكون عندي النمل. غير انا كنقول لكم ما كنخليهش يدخل عندي الكوزينه. ملي شفتو جا سكن هنا درت ليه الدواء، ها هو الرحمه ديال سيدي ربي. غير سولوا على هاد الدواء البنات راه غادي ينفعكم بزاف بزاف، وللاسف انا والله ما كنعرف سميته. انا ملي جيت هنا العربيه لقيتو كيستعملوه هنايا كيقولوا له الدواء الزرق، يعني كنسمع به غير الدواء الزرق الدواء الزرق، كيشريوه هكا بالديطا يعني ما عندوش شباكيه ولا اسم باش نعرف بان شنو سميتو. كيقولوا الدواء الزرق حتى انا صافي وليت كنقول الدواء الزرق هكا. راه وريتو لكم في هذاك الفيديو داير بحال السكر كلاصي تماما وهو ازرق. هذا هو اللي كاين البنات، انا شاركتها معكم وقلت علاش يعني درتها طبقتها وقلت والله تنشاركها مع البنات. كيف كنقول لكم دائما اي حاجه فيها المصلحه للجميع غادي نشاركها معكم على الفور، وما غاديش نتردد ولو ثانيه واحده. الغزالات حبيت نقول واحد المعلومه على السريع، وهو فيما يخص طريقه الاحتفاظ بالطاجين. ملي كنساليو منه هو تقريبا يعني ما كنديروش طاجين يوميا يوميا يوميا، النهار اللي ما كان المده اللي ما كنستعملوش فيها ما نخزنوش في البلاكار ولا في البلاصه فين كتحطوا الطاجين ديالكم بحال هذا الشكل، يعني ما تزمتوهش ما تسدوهش. احسن طريقه هو كفيه، انا كنكفيه بحال هكا كنرد عليه غطيته وكنحتفظ به هكا هكا، ما عمر انه كيربي الريحه ولا كيتزمت وكيبقى شاد واحد الريحه يعني بفعل الطياب كتبقى فيه هكا. ملي كتسدي عليه كتزمت وكتولي دبر واحد الريحه هنا غير محببه وما كتعجبكش. واحد المعلومه اخرى، والطاجين الا شفتوها البنات كحال كيف ما كتشوفوه هكا ولا عندي كحل، عرفوا هذاك الطاجين عندكم واعر. انا كنقولها لكم البنات لان الطاجين قد ما طال يعني بدا هاد الطين كيكحل، عرفوه راه زوين راه كيجيب تبارك الله الماكله بنينه وما كيحرق ما كيلصق ما حتى شي حاجه. هاد الطاجين خرج لي الله يعمر هذا، يعني غير باش ما شي سيده ولا شي بنت مبتدئه اي كحل عندها وتقول ارى رميه راه ولا كحل ولا خايب ولا شي حاجه، لا راه قد ما كحل قد ما كيزيان. كنتمنى يا ربي هاد المعلومات ولو بساط انهم يفيدوا البنات المبتدئات، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم هنا البنات، وهو كتعرفوا دابا الحمامات ديالنا لا يخفاكم انهم تبارك الله كلشي ولا كيزي الحمام وكيدير دوك لي زيطاجير كيحط فيهم وريضات كيحطوا الشموع كيحطوا بزاف ديال الحوايج. بغيت غير نقول لكم اللي كيحط مثلا هذا النوع من هاد الديكورات في الحمام كتعرفوا انهم ديال البلاستيك، يعني لا ريحه لا والو غير المنظر. نستافدوا منهم هو اننا مره باش نعطروا الحمام ديالنا نجيو ليهم ونرشوهم باي معطر باي بارفان كتفضلوا الريحه ديالو، هاد البلاستيك كيبقى شاد الريحه، وبالتالي هكا كنساهموا في اننا كنخليو الحمام ديالنا بريحه زوينه دائما. يعني النهار تكون يومين ثلاث ايام نهار اللي كتفكري اولا كتنظفي كترجعي ترشيه. هنا بنعطيكم واحد التدبيره زوينه بالنسبه للشموع ديال الزينه، انا ما عنديش عندي غير شمع عادي، ولكن غنقول لكم الفكره باش غادي تفهموا.
ملي كيكون عندكم هذاك الشمع ديال الزينه وكان في اللون ابيض، يعني ماشي في هذوك الالوان اللي كيكون، كاين حمر كاين زرق كاين صفر كاين على حسب النوع ديال باش مصاوبينه. الا بغيتوه انه قد ما نتوما يعني شاعلين وكتشموا ريحه زوينه باي عطر، كتجيو كترشوا الشمعه ديالكم باي عطر ديال اي عطر يعني فضلتوه حبيتوه، وكترشوا به الشمع ديالكم وكتشعلوه. ملي كتبقى الشمعه يعني شاعله وكتسخن قد ما هي كتسخن، وديك الريحه ديال المعطر اللي رشيتوها به كتبقى كتعطي الريحه، وبهكذا يعني كتضويو اولا كتستمتعوا الا كنتم من محبين الشموع، وبالتالي كتشموا ريحه زوينه افضل من الريحه اللي كيطلق الشمع. كنتمنى يا ربي هاد جوج افكار بسيط ينفعوكم ويفيدكم، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. وهنا البنات الغزالات وصلت معكم الفكرة الرئيسية ديال الفيديو اللي تقدر تجيكم يعني غريبة، تقدر تجيكم مضحكة. انا حبيت نتقاسمها معكم، هذا هو المهم والاهم. هنا غتسمحوا لي بعدا لان الشعة ديال الشرج عفوا الشعة ديال باب الدار يعني ما غيخليكمش تشوفوا مزيان، غنحاول ندرقوا هكا شي شوية بيدية باش تبان لكم الفكرة. المهم قبلوا عليها وصافي، تقدر فكرة حمقى بحالي ما نعرف. المهم الغرض اشنا هو هنا، كنتي مثلا من نوع السيدات اللي دائما الزوج ديالك ما كيباتش في الدار بحكم العمل او لشي حاجة، ولا كيسافر دائما، كتباتي انت بوحدك في دارك انت وليداتك، كما كنقولوا كيجيك الوسواس في الليل، كتخافي كيجي الليل كتسدي عليك بابك وكتمشي تنعسي. بغيت نعطيك واحد الطريقه زوينه اللي تخليك تزيدي امان في امان، وهو انك كتجي لباب الدار ديالك اللي منها الزنقه، وكتعلقي كسرونه اولا جميله اولا غراف ديال الالومنيوم بحال هذا، ها هو هذا، وكتعرفوا البنات لا يخفاكم ان هذا الا مشى تطح في الارض على صوت كيصدر كيخلعك ولو تكوني في غرق النعاس، كتفيقي. هنا ديري فيه واحد جوج معالق صغار ولا ثلاثه ولا فرشيط، كتجي هنايا البواني ديال الباب وكتعلقيه بحال هكا، كتمشي بحال كتنعسي في امان الله. الى نتي الصباح ولقيتي الغراف كما هو، راه الحمد لله ما هو وما قرب عليك حتى شي واحد. طاح الغراف وصدر صوت، عرفي بان الغاشي معاك. الهلا يديرها لكم البنات، الله يخليكم ديما في الامن والامان يا ربي. هنا حبيت نعطي واحد النقطه مهمه بزاف، ومن بعد غادي تفهموا الابعاد ديال الهضره ديالي، الابعاد ديالها من بعد الهضره ديالي. هنا حبيت نشير لواحد النقطه مهمه، وهو بالنسبه للسيدات اولا البنات الصغارات اللي كيخدموا كمساعدات في الديور، وكيكون من الشرط انك كتكوني كتباتي في هذاك الدار عند المشغلين ديالك في الليل، ملي كتسالي شغالك وتمشي تسدي عليك بابك بالساقطه بطبيعه الحال والساروت، شنو كتزيدي هذا الامان هذا؟ اما كسرونه صغيره مهم اللي عندك وعارفه بانه الا مشى حتى طاح كيصدر لك الصوت، كتمشي تنعسي في حالاتك. كذلك هو مثال صباح الغراف في بلاصو، عارفي راه ما هوب عليك حتى شي واحد، كان يعني طاح وصدر واحد الصوت اللي مزعج، لان مع المعالق ومع الغراف مع تصوروا ملي كيطيح في الارض كيدير واحد الصوت قوي، عارفي بان راه كانت محاوله ديال ان شي واحد بغى يقتحم الغرفه ديالك. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني والفكره ككل عجباتكم. ها نتوما البنات ملي غيكون شي واحد برا والبواني ديالو غادي تدور هكا، اذا مجرد ما شي واحد من برا غادي يحل البواني بحال هكا، الغرف غادي يزلق اولا الكاسرول اولا جميله اولا اي حاجه، وما يخفاكم انه لا زلق غادي يطيح في الارض، ومع المعالق غيدير واحد الصوت اللي قوي. شوفوا القطيطات فين جالسين كيتصنتوا عليا حتى هما فين ما مشيت تابعني. صافي هذا هو اللي بغيت نشارك معكم البنات، وكنتمنى يا ربي الفكره تعجبكم، وكنتمنى الافكار كلها ديال الفيديو ديال اليوم تعجبكم. الى عجبتكم يا ريت ما تنساوش اختكم وبنتكم لايكاتكم. كنعتذر على الشعاع لان الباب ديال الزاج كله كيدخل لي الضوء، سمحوا لي بزاف، ولكن راه كنظن انها واضحه والفكره واضحه. كنتمنى لكم يا ربي الهلا يعطيكم ما يخلعكم، الله يخليكم ديما في امن وامان، اللي فيها الخير الله ياتيها لكم، واللي فيها الشر الله يبعدها عليكم قد ما بعد سيدي ربي ما بين السماء والارض. هنا الفيديو ديالنا البنات الغزالات والمهمات وكل من كيتابعني غادي يسالي، كنتمنى لكم دوام الصحه، كنتمنى لكم طولة العمر يا ربي. الى فيديو قادم، والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى، مع الف سلامه.